الكابتن رامي ربيع نجم الكرة المصرية الأهلي والمقاولون والكثير من الأندية هو ضيفنا النهاردة والمحلل الحياة اللي تحب تسمع رأيه الجريء واللي بيشوف حاجات مختلفة. منور الدنيا كابتن رامي. حبيبي يا عيني، أخبارك إيه؟ وحشتنا والله. وأنت كمان، عاش من شافك. حبيبي يا عيني. طمنا، ليه الغيبة الطويلة دي؟ لا مفيش والله، بقى الفترة اللي فاتت ديت زي ما أنت عارف رجعت المقاولين، مسكت مشرف على قطاع الكرة النسائية وفي قطاع الناشئين يعني، والحمد لله هم طبعا بيشاركوا في الدوري الممتاز، والحمد لله كملوا وقعدوا في الدوري الممتاز يعني. تمام. دي كبداية، وأنت عارف دلوقتي الاتحاد الأفريقي ما يعني ما فيش نادي بياخد رخصة لما مظبوط. يكون في دلوقتي كرة نسائية، وأنا شايف الاتحاد الدولي الفترة اللي جاية مركز في الحتة دي قوي، فالحمد لله يعني كانت الدنيا مش أحسن حاجة، تمام. وكان الهدف الحمد لله لما الواحد راح الفرقة تقعد في الدوري الممتاز، والحمد لله قعدت وعملنا الدور اللي احنا. هو في كام فريق بيهبط؟ هو ثلاثة بيهبطوا. ثلاثة بيقوم من أصل كام فريق؟ كام فريق في الدوري؟ 16 أو 17. 16. رقم يعني. واللي خد الدوري باين فرقة توت دايما هي بتنافس، هي وادي دجلة. مستر ياسين منصور باين. أيوه. بس يعني فالحمد لله يعني ملف الواحد مسكه، والحمد لله الواحد ربنا يوفقك، ماسك اي حاجه بيحاول على قد ما يقدر ينجح فيها يعني. ربنا يوفقك وتنجح دايما ان شاء الله. الاهلي شفت ازاي ماتش في الذهاب قدام الترجي؟ طبعا يعني انا شايف النهائيات بالذات او الماتش النهائي ده ممكن تكسبه ما تلعبوش، بس انا بصراحه لما اتفرجت على ماتش الترجي الذهاب والعوده مع صن داونز تابعت الماتشين كلهم. تمام. طبعا نتيجة المباراة اللي واحد ما اتفرجش على المباراة نفسها يقول تمام انا مبسوط، لا ويقول للترجي فرقة قوية لكن مجريات المباراة على مدار التسعين دقيقة لا، سان داونز كان في حاجة غلط عندهم. يعني اللي انا شايفه عدم التوفيق ده يبقى في حاجة غلط عندهم في وقت اللبس، في حاجة مش طبيعية. وربنا ادى للمخرج شويه. هي الكره كده للسالك. الكره مش ترجي كان سالك فكسب صن داونز. صن داونز جوه الستة ياردة الجوني يطلع ومميش شال كام كوره خطيره ويجي يحط بطن رجله تقلش وتمشي بالعرض، فحاجات في الكوره لا مش كوره، دي الحاجات دي ما بتبقاش كوره، هي الكوره مش كوره بس يعني، الكوره بتبقى حاجات حواليها برده. فربنا بيشوف انه زي ما انت بتقول السالك ويديله في الاخر يعني. فمباراة رادس طبعا النادي الاهلي، انا بقول لك مستر كولر اول مره اشوفه في اللي هو يشتغل على طريقه لعب او يشتغل على سيستم لعب ضغط عالي يعني، انا ما شفتوش ابدا بيعمل ضغط العالي حتى في المباريات اللي بتبقى على استاد القاهره في الماتشات المهمه اللي بتبقى النهائيات ديت، لا المباراه ديت غير سيستم لعبه خالص واشتغل ضغط عالي بوسام وتاو وحسين، وكان من ظهرهم امام عاشور، كان الاربعه دول على طول يعني لو انت تلاحظ ما فيش كوره الترجي بيعرف يبدا بيها من تحت، اثنين مساكين بتلاقي على طول لونج باص محمد عبد المنعم ياخدها او ربيعه، والكره الثانيه بياخدها مروان او اكرم. فكانت المباراه بصراحه يعني انا على مجمل المباراه كلها انا ما كنتش شايف احسن حاجه كانت في المباراه الكتالوج او البانر اللي الجمهور عامله بصراحه. مباراه ما تعجبكش كنهائي؟ مش لكن جماهيريا هي اللي عجبتني. لا عجبتني جدا، وكان كنت متخيل مستر كولر بعد ما شاف الترجي في الشوط الاولاني اللي هو هيدخل بين الشوطين هيعمل تغييرات في طريقه لعبه، او يدي مثلا يقول للعيبه يعني لازم تطمعوا ان احنا نكسب ونخلص المباراه في رادس، ده اللي انا كنت متوقعه لك. الريتم زي ما هو ما فيش عن شراسه اللي احنا نكسب، فده كله طبعا خلى المباراه طلعت بالشكل ده، بس في نفس الوقت انا مطمن يعني، انا مطمن بسبب الامكانيات اللي بتدي الافضليه للاهلي. سكواد النادي الاهلي لا في فرق كبير بينه وبين الترجي، بس ما يقلقك هو انه تمام الترجي حتى لما كسب صن داونز كان صن داونز هو الافضل، مفهوم في المباراتين. مظبوط في المباراتين في رادس وفي لكن المباراتين. انك في الاخر انت سبت المجال مفتوح 50 50 بينما كنت ممكن تخلي الدنيا خلصانه من هنا لو جبت هدف بالظبط. فانت ازاي تتعامل مع ماتش العوده بقى دلوقتي بينك خلاص مشيتها بشكل واقعي وقلت احسم عندي بفضل فارق الامكانيات؟
طبعا يعني انا بقول لك هو الراجل يلعب بنفس السيستم اللعب اللي هو بيلعب بيه برضه يعني على طول. الراجل من اول ما جه بيلعب 4-3-3، انا شايف اللي ممكن يحصل تغييره ده من وجهة نظر يعني، وكان نفسي التغييره دي برضه تبقى معموله في رادس. يعني انا كنت شايف حسين الشحات، لا كنت شايف رضا سليم اللي يبدا، اللي يبدا مش ما حسين. ينزلش بديل. ليه؟ حسين الشحات هو كده طريقة لعبه وسيستم لعبه، وهو مش مستني اللي احنا نمسك كورة ونلعب كورة، احنا ما لعبناش كورة ولا مسكنا كورة الا في اخر 15 دقيقة لما قفشة نزل. مظبوط. لكن على مجريات المباراة كلها، لا انت لو تلاحظ هاني حسين الشحات في مواقف كتير جدا بتلاقيه في الاربعة اللي موجودين او الخمسة اللي موجودين على ال 18 وهو بيدافع. احنا ما كناش بنطلع بالكوره وما نمسكش كوره، تمام. فكنت شايف اللي رضا كان هيفرق في حته السرعات يسحبك وياخد لقدام. الكوره ويسحب الفرقه، فدي كانت هتبقى كويسه. وطبعا اصابه علي معلول في بدايه المباراه دي اثرت تاثير واضح جدا على امام وعلى حسين، عشان الناس برضو تتكلم لحسين ما كانش في افضل حالاته، وامام وامام ما ما كانش كانش متميز. لازم يعرف اللي كان علي معلول اللي الناس كلها بتتكلم عليه. علي معلول مفتاح من اهم مفاتيح النادي الاهلي في كل حاجة، في مش كل بس حاجه. لا هجوما لا ودفاع، فرقة راجل كاملة. مظبوط. راجل اي جناح بيلعب عليه بيعمل له حساب، هعمل 1 2 هدخل جوه، هلعب مع امام وامام مع حسين وابقى انا باخد اوفرلاب، الحاجات دي كلها امكانيات لعيب. فطبعا علي خروجه وكريم فؤاد يعني لازم برضو نلتمس له عذر. الراجل مهما كان لعب باك ليفت في ام بي وبيلعب باك رايت، لكن مش على عدلته، ولازم الكره يقف صح. ويدخل لجوه عشان. طب بس انا عايز افهم ازاي اثر اصابه معلول على مستوى امام وحسين؟ في الشق الهجومي، في الحته الهجوميه، بقول لك انا متاكد بخبرات علي معلول وهو في الملعب، مع ان الراجل هو واضح يعني اللي هو حابب سيستم اللعب او طريقه اللعب اللي هو عاوز يلعب بيها الترجي في رادس، اللي انا اضغط ضغط عالي وهم يلعبوا الكره الطويله اخد الكره الثانيه. انت لو تلاحظ ما كناش بننقل كورتين ثلاثه يعني، اللعب كورتين ثلاثه وتتقطع مظبوط وهم يرجعوا ياخدوها تاني. مظبوط. لكن علي في الحاجات اللي هي الدريبل واللعب مع امام ومام مع حسين وهو مع وحسين مع علي، لا هتلاقي في جبهه كويسه دي هتخلينا احنا في الكرة حتى مستحوذين. فبالتالي انت في ماتش العوده اللي منتظره من تغيير على الاقل حسين الشحات يقعد لا وينزل هيلعب مين؟ لا حسين في القاهره يلعب اللي انا كنت لسه هقول لك، انا بقى كنت هشوف ان لا حسين ده في ماتش القاهره في يلعب. ما انا بقول لك التغيير اللي كانت في طب رادس، هنا لا حسين حسين يبدا وهي يلعب. من تغيير تاني. وانا شايف اكرم يلعب قفشه، انت راجل عاوز تكسب تطلع اكرم وتنزل قفشه قفشه ويبقى امام وقفشه في الملعب ومروان. ليه انا بقول لك كده؟ اللي انا شفته من الترجي هاني ما يقلقكش، ما يقلقكش. هو يعني انا معلش يعني ممكن اللعيب البرازيلي اللي هو 10 اللي بيلعب الاهلي يانساس يانساس ده، هو انا شايف ده اخطر حاجه ومش وعادي يعني، اخطر حاجه وشايفه عادي. لو في مساحات هتحس بيه، مفيش مساحات، لكن انت النادي الاهلي مطالب هنا اول ربع ساعه لازم نجيب جون، مطالب ان انت لازم الكره على طول في رجلك انت اللي مستحوذ عليها، فهتبقى محتاج لعيبه كوره. يعني انا شايف اكرم، لا هو اللي هو يلعب اكرم ويلعب امام يلعب مروان في رادس ده طبيعي، تمام، عشان يدي الحريه لامام وبالفعل ادى حريه لامام اللي هو بيطلع بيدافع من فوق وهم كانوا بيأمنوه. لكن هنا في القاهره لا، كفايه مروان عطيه يبقى قدام الاثنين مساكين وقفشه وامام بيعمل برضو بوكس تو بوكس، دي نموذج يعني بيعرف يدافع وبيعرف يهاجم، فهيساعد مروان عطيه. وقفشه نديله الحريه اللي هو يقدر يمسك الكوره ويبقى متحكم في تيمبو المباراه، ومروان يقف ياخد لك الكره الثانيه وتبدا بس، ضغط فتبقى الترجي ضغط الترجي على طول ويبدا عادي بتاو ووسام وحسين. وهو بس يعني التغيير الوحيد اللي انا بقول لك عليها هتبقى هنا اكرم اللي مكانه هو قفشه. يبقى مكانه قفشه. مين مكان معلول؟ كريم فؤاد برضو؟ انا نفسي كريم الدبيس ياخد فرصه، فرصه مناسبه دلوقتي. الماتشات اللي زي دي والنهايات اللي زي ديت بتعمل اللعيبه دي او بت 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 يعني ايه بتخلق النجوم، بتبقى بدايه نجم. او كوكا لو سليم ممكن يلعب باك ليفت. طب معاك ثلاثة اهو، كريم الدبيس، كريم فؤاد، كوكا. كوكا انت تختار كوكا؟ كوكا ليه؟ خبرات لعب لعب في الليفل العالي، لعب كاس عالم خلاص يعني، ما يعني ايه عاوز اقول لك، خد الرهبه الاولانيه دي خلاص، فعنده خبرات. لا يلعب باك ليفت، والميزه اللي عنده كمان اللي هو لعيب كوره وسريع وكورته كويسه، فاما يلعب على الدايره ويرجع يلعب باك ليفت وعملها كذا مره في كذا موقف
كان الراجل لما يكون كوكا بادئ وعالي وعاوز يريح عالي كان بيدخل كوكا باك ليفت. اه مظبوط. ويحط بس ما تشوفلوش كروسات، ما تشوفلوش عشان انت شايفه على طول على الدايره. اه لا، ما انت لما بتشوفه باك ليفت بتشوف له اسهامات هجوميه، انت محتاج باك ليفت. يعني بشوف ان كريم فؤاد في ماتش الذهاب انت ممكن ده بقى زي حاجه زي حسين كده، تشوف ماتش العوده ممكن تقبلها لانه عنده نزعه هجوميه في وقت الاهلي هيكون بيهاجم اكتر. معاك. كوكا للاسف ما كانش معاك بسبب الاصابه، كريم الدبيس للاسف ما كانش معاك بسبب كان بره السكور، انه بره السكور. آه كان بره القايمه. ف كوكا انت بتفضله على كريم فؤاد في ماتش العوده. انت بقى هتكلم معاك في نقطة كريم فؤاد هنقبل عليه في العودة. تمام. وعنده النزعة الهجومية، بس برضو مهما كان عنده النزعة الهجومية هيكون كروس برجله الشمال وهو بيجري غير لما يبقى كريم الدبيس يعدل على اليمين ويخش، حتى لو هو بيعرف يعملها مش هيعملها طبعا زي كريم ولا هيعملها زي كوكا، وانت محتاج في المباراة اللي زي ديت كم كروسات. تمام. وحاجات هتبقى محتاجها لو عشان وسام يشتغل على الجول. كهربا ما كانش ليه دور في ماتش الذهاب، تتوقع له دور في ماتش العودة؟ أكيد طبعا يعني. انا ايوه طبعا، هو ماتش الذهاب هو الراجل خلاص طريقه لعب حفظها قبل الماتش باربع ايام، احنا هنعمل ضغط عالي مش حتى هو مش مدي للعيبه اللي هو يروح وهات جون وعندك النزعه الهجوميه، لكن هنا في مباراه العوده لا، كهربا طبعا هيبقى له دور ودور كبير جدا، هيبقى هو ورضا هيبقى دول اول ناس هيفكر فيهم لا قدر الله لو المكسب اتاخر شويه. معلول انباء عن انه هيتم تجديد عقده بعد الاصابه تقديرا لمسيرته، وكمان يعني بسبب الظرف اللي حاصل دلوقتي. انا بسالك هنا كمدير تعاقدات وكاهلاوي في نفس الوقت، ازاي بيتم مناقشه ملف في الظرف ده؟ انتوا جهه ولاعب مهم جدا بالنسبه للجهه دي بيتفاوضان في شويه حاجات معطله الاتفاقات ما بين الطلب والمعروض، بعدها جت اصابه، بعدها اتسهلت جدا الامور بسبب الاصابه دي، تبدا تحسب الموضوع ازاي؟ هو طبعا يعني اول حاجه طبعا اصابه رزله. هو الاصابه دي جات لي، جات لك اكيلس؟ اه اكيلس جات لي وقعدت خمس سنين. لا الحمد لله، هقول ربنا كان بيحبني وكان موضوع مؤسف يعني، كانت جات لي قبل المجزره باسبوع، قبل بورسعيد. مجزره بورسعيد كنا احنا بنلعب، كنت انا بلعب في نادي الاتحاد وبنلعب المصري بورسعيد. والحاجه اللي انا قلتها الماتش مره، اللي قبل ماتش المصري، قبل الماتش الاهلي والمصري بخمس ايام. تمام. وحاجه برضو عاوز اقولها، الحاجه دي انا قلتها في وقتها مش عارف كان مع مين كده، كنت لسه عامل عمليه. اللي حصل في موضوع الاهلي والمصري ده كان حاصل معانا احنا كاتحاد، مع ان الناس ما صدقتش الكلام، النادي الاتحاد والمصري ما فيش حاجه بينهم وبين بعض على طول. لا احنا في المباراه ديت رحنا قبل المباراه بنص ساعه ما عرفناش نطلع من الاوتيل، حاجات غريبه كانت بتحصل والاتوبيس بتاعنا اتكسر كله قبل ما ندخل، والجمهور كان في حاجه مش طبيعيه. بس احنا كان الجمهور بتاعنا كان جاي بعدد اتوبيسات كتير، كان ساعتها الاستاذ عفت السادات هو رئيس النادي ما خلهمش يدخلوا من بورسعيد من بره ورجعهم تاني لما لقى الاجواء مشحونه. لا اجواء مش طبيعيه. يعني ايه اللي بين الاتحاد والمصري كده؟ كان في حاجه غلط. عشان الناس ربطت اللي ده الاهلي والمصري، لا الموضوع ده كان حاصل هيحصل قبلها بخمس ايام. لو كان جمهورنا هو اللي جه كان في حاجه هتحصل. المباراه ديت للاسف كان اليوم كله اصلا مش طبيعي، كان مكيد هو اللي ماسكنا. اول كره ليا في المباراه الحكم صفر، انا اللي بدات السنتره وبجري بين الاثنين مساكين، حد خبطني على كعب رجلي. طبعا ما حدش خبطني طبعا، كان ايمن سعيد اللي بيجري ورايا. ايمن سعيد اللي كان بياخد طرد كل ثلاث على طول اللي هو بتاع ايمن، بنبعت له السلام لو سمعنا كابتن. فانا ايمن انا وقعت، فانا بصيت له يعني قلت له حاسب انا حاسب انا ونعمل وكيل، انت بطلتني كوره يا اول ما اتخبطت. اول ما وقعت انا مش عارف ايه اللي حصل، انا بجري وقعت. ما انت ما هي دي الوتر اللي بيسند الجسم، يعني ده اقوى وتر في الجسم اصلا، فتحس ان قطعه مع اللاعب بيسقط كده. مظبوط. فانا قمت، فانا اما احمد فتحي جاله وجلبرتو وكان قبلها الكابتن محمد فتحي، فما كانوا بيحكوا قدامي كانوا يقول لك مثلا تيجي تعمل وش رجلك كده ما فيش اي حاجه. فانا قعدت كده ماشي على الارض لحد كان الكابتن طلعت يوسف هو اللي ماسك. فانا واقف قاعد كده فبعمل وش رجلي كده للدكتور شغال عادي. فقال لي قوم اقف وامشي، لسه باخد اول خطوه قمت على وشي تاني. فامير عبد الحميد كان ساعتها قاعد بره كان الشناوي اللي جون، لقيته جاي بيعيط، فلقيته هو دمع كده امير، فانا دمع وانا ما دمعتش، فانا قلت
قال لي بص قول الحمد لله وقدر الله ما شاء فعل. فالمهم خدوني دخلت اوضه اللبس احط صبعي ورا كعبي مش لاقي حاجه، ما هو الوتر بقى اتقطع فالوتر ده بيقوم فراغ. لا ويطلع على طول في السمانه عندك كده وكل دي فضيت بقى. فطبعا تاني يوم بصراحه انت على الدكتور احمد عبد العزيز وانا يا ريت يكون علي عملها عن انا ما قالوش الاسم عملها معه ما كتبوش اسمه بس دكتور تاني يعني مش عارف الاهلي ما اعلنش بس هو اسمه دكتور ناصر اقوى دكتور كبير برضو دكتور احمد عبد العزيز جدا طبعا اقوى دكتور اقوى تكنيك عمله يعني احمد فتحي فتح رجله كلها للاخر انا عمل تكنيك جديد كده كان اسمه تدبيس كان الكابتن محمد فتحي عمله حارس الاسماعيلي فانا عشان ما نبعدش كتير يعني انا عاوز اقول لك هي اصابه رزله واصابه رزله كمان اللي علي عدى ال 30 انا هنتكلم بقى تقاعدات تعاقدات هي 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 طبعا الموضوع تكليف ده النادي الاهلي والنادي الاهلي عمره ما حد بيبقى له رصيد او حد بيبقى له تاريخ وبيخزله وكان في تفاوض قبل النهائي وفعلا زي ما انت بتقول هم واقفين على حاجات بسيطه طبعا الموضوع دلوقتي كلاعب هيقبل باي حاجه للنادي اللي النادي هيقول عليها بس النادي الاهلي برده مش هيستغل الموقف اللي زي ده هيبقى وجهات نظر هتقرب لبعض لكن في الاخر اللي النادي الاهلي ده مش جديد على النادي الاهلي اللي هو يعمل حاجه زي كده واي نادي لقطه شيك جدا طبعًا. يعني تخرج من نادي كبير وانت بتتكلم اللي راجل العمليه زي ديت وعلى ما يرجع تاني وانا بقول لك مهما حصل مهما قوى مش هيرجع علي معلول بتاع زمان ليه حاجة مهما كانت قوته وكونه رياضي محافظ الوحيد ملتزم اللي منضبط رجع الوحيد اللي رجع يا هاني 100% احمد فتحي جات له الاصابه ورجع يا ربنا بس كانت في مرحله عمريه بدري مبكره هي عن كده هي المشكله فيها اول حاجه شكل السمانه انت لو انت اي حد عامل اكيلس ومديك ظهره وواقف لابس شورت انت هتعرف اللي ده عنده اكيلس انه في يوم من الايام كان عنده اكيلس ايوه على طول اللي في معمول العمليه قد كده والطبيعيه قد كده بس سبحان الله الصغاره الحجم الصغير ده هو واخد نفس قوه الحجم الكبير هو اهم حاجه في العمليه دي المفصل يرجع لمرونته الطبيعيه وقوة السمانة بتاعت رجلك التأهيل بقى القوة نفسها مزبوط. تبقى نفس قوة رجلك أيوة. السليمة أيوة. يعني أنا بعد ما عملت العملية الدكتور أحمد أنا طالع قال لي بص لا قدر الله لا قدر الله لو حاجة اتقطعت تاني اللي هيتقطع رجلك السليمة لكن ده مش هيتقطع فأنا بقول لك ديت حاجة مش جديدة على النادي الأهلي اللي هو يعمل حاجة زي كده وإن شاء الله يرجع في أسرع وقت إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله سلامات يا علولو وترجع بألف سلامة وسلامات لأحمد حمدي أحمد حمدي برضو عريس مباراة الكونفدرالية سجل هدفا وبعد ربع ساعة أصيب بقطع في الرباط الصليبي شفت ازاي مستوى أحمد حمدي وشفت ازاي تتويج الزمالك بالكونفدرالية طبعا بنبارك لنادي الزمالك ودي حاجة بسطة الواحد إن شاء الله والنادي الأهلي يكمل الفرحة يوم السبت ونوصل رسالة للوطن العربي كله وإفريقيا للكرة المصرية بخير محتاجين شوية حاجات بسيطة بس هي أبينا أو لم نأبى والكلام اللي بيقول لك شئنا أو أبينا معلش أنا آسف أبينا أو لم نأبى برضه تمشي هي شئنا أو لم نأبى رفضنا أو لم نرفض اللي الكرة المصرية لا هي تاريخ المنطقة كلها فدي حاجة تبسط الواحد اللي الأهلي والزمالك اللي يبقوا هم الطرفين بتوع السوبر إن شاء الله طبعا حمدي من قبل ما يروح النادي الأهلي وهو أنا شايفه حسام غالي التاني يعني انا من طريقه لعبه وستايل لعبه ومن ايام ما كان بيلعب في الاهلي وراح الجونه عمل موسمين في الجونه من احسن المواسم ليه طبعا اصابه اي عيب بيتصاب وبالذات الاصابات اللي هي الطويله دي هاني في وقت انت في قمه تالقك فالحاجات دي كلها بتزعل الناس حواليه وهو نفسيا طبعا بس انا يعني متاكد كشخصيه حمدي اللي هو ان شاء الله يرجع بسرعه صح ويرجع لطبيعته يعني والنادي الزمالك انا بقول برده من خلالك اللي هو الصفقات اللي هو عملها في يناير فرقت معاه بصراحه عبد الله السعيد وناصر وحمدي المفاجاه بتاع النادي الزمالك شحاته بصراحه محمد شحاته انا شايف يعني هيبقى امام عاشور التاني يا سلام انت قلت الكلمه اللي انا قلتها من وهو في طلائع الجيش لا وهو في طلائع الجيش انا قلت اللعيب ده طبعا عشان كنت بشوفه مع المنتخب الاولمبي كمان انا 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 خدت قلت الكلمه دي مع المنتخب الاولمبي انا قلت يعني في انا قلت اللعيب ده عنده هامش تطور يخليه معوض واضح لامام عاشور لرحيل امام عاشور عن الزمالك
هو غير رحيل امام عاشور، احنا عاوزين نوعيه الناس اللي على الدايره، صح، عاوزين 3 4 من النوعيه دي، مش اه يبقى واحد في الدايره بيدافع بس ولكن لعيب بوكس تو بوكس نموذج ولعيب كوره، وكل يوم في النادي الزمالك بيتطور. يعني لو انت تفتكر بدايته في ماتش الاسماعيلي والراجل يخرجه بعد نص ساعه، صح، قال لك بدايته ونهايته في نفس صح المباراه. لكن مظبوط. انا كان عندي يقين محمد شحاتة هيبقى من أهم اللعيبة في نادي الزمالك الفترة الجاية. ايه الفرق بين اوباما، ناصر ماهر، احمد حمدي؟ بص، ناصر الكرة في رجله انت بتشوفهاش، بيعمل كل حاجة. ناصر لعيب كبير جدا، يعني ناصر انا شايف الفترة الجاية كمان لما هيلعب بصفة مستمرة، لا وانا شايفه اللي هو عارف يعني اللي هو يروح نادي الزمالك في تحدي كبير بينه وبين نفسه. ناصر في سموحه كان في الكوره في رجله، تحس بناصر الكوره مش معاه، ما تحسش بيه خالص. لكن انت تلاحظ في نادي الزمالك بيدافع مستمتع وبيهاجم، لا وبيدافع وبيهاجم جد قوي ما شاء وبيموت الله. نفسه، يعني عارف هو في تحدي كتير جديد في حياته في الكوره. يعني انا شايف ناصر وحمدي عادي الملعب يستحملهم الاثنين. اوباما لا، اوباما يعني ايه طبعا لما هيرجع لفورمته التانية والفورمه بتاعته تاني وكده، لا اوباما مختلف عنهم. يعني اوباما من نوعيه اللعيبه اللي بيلعب في ظهر الديفندرين هاني، وبيبقى حابب يمسك الكوره ويعمل سيروهات ويتحرك في ظهر الديفندرين. لكن التانيين لا، التانيين مختلفين، يعني الكتالوج ناصر بتاعهم مختلف. وحمدي، يعني ناصر في الاطراف وتلاقيه بيلعب على الدايره. مظبوط، مفهوم. طيب اخيرا، هل تتويج الزمالك بالكونفدراليه ممكن يبقى حافز لدرجه انه يعيد الزمالك للمنافسه على لقب الدوري، ولا الدوري ما زال بعيدا في رأيك؟ انا شايف بس الحاجه اللي نفسي اللي الزمالك يغيرها، ده لازم اللعيبه اوضه اللبس عندهم يتغيروا، اللي هو كسبت اتبسطت احتفلت اشتغل اقفل بقى. اركز اشتغل. يعني دي حاجه انت في نادي كبير ونادي مطالب منك اللي انت على طول تعمل اللي انت بتعمله ده يعني انت خدت الكونفدراليه، طبيعي اللي انت تاخد الكونفدراليه، طبيعي اللي انت تنافس على الدوري باسمك وبجمهورك وبالوضع اللي انت فيه، فده طبيعي. لكن انا بحس ده اللي بيفرق النادي الاهلي عن نادي الزمالك، مع ان اللعيبه ديت كمان اسبوعين هنا هيبقوا الاثنين في المنتخب وفي اوضه واحده في اوضه لبس واحده. لازم اللعيبه الكبيره جوه، المود. ايوه لازم اللعيبه جوه اوضه اللبس في نادي الزمالك، لازم اللعيبه الكبيره يبقى لها دور. لازم افصل، لازم المشهد اللي الواحد شافه في الاستاد ده، الجمهور ده يتعمل له تمثال. يعني الجمهور ده بكل الاخفاقات على مدار السنين اللي فاتت دي كلها، نادي الزمالك وهم اكتر دعم للفريق الكوره. يعني فعاوز اقول لك لا، لازم طبعا المباريات اللي باقيه للاهلي وللزمالك، هما انا الاثنين شايف لاعبين 15 مباراة. كل واحد باقي له عشان يوصل لبيراميدز 6 مباريات. مظبوط. فطبعا لو خدوا ال6 مباريات هيبقى بين الاهلي وبيراميدز بونت، صح، بونت زياده لو هو كسب كل حاجه للنادي الاهلي، كسب 6 مباريات مظبوط، هيبقى اعلى من بيراميدز بونت. مظبوط. وهو الزمالك بعد الماتشات بتاعته، يعني الزمالك هيحاول على قد ما يقدر برضه هاني يفنش الدوري بالشكل اللي هو برضه يلعب، هو كده كده يلعب كونفدراليه عشان حامل اللقب، يحاول يعلي بقى عشان يخلي الدوري شكله افضل. كويس في الدوري. وبيراميدز برضه انا شايف السنه دي تركيزهم على الدوري. انا ممكن اقول لك ان هم ممكن ياخدوا الدوري لو كسبوا الاهلي، مش في ماتش بينهم في وبين ماتشين بعد بينهم لسه، في الست، لا في الست الست عشان يلعبوا، المؤجلين. هنقول الماتش بتاع مظبوط، الدور الاولاني. مظبوط، في شهر 7 ان شاء الله. لو هو كسب الاهلي انا شايف بيراميدز ممكن يحقق البطوله. نسب مئويه قبل الختام لتتويج بيراميدز، الاهلي، الزمالك، بترتيبهم الحالي، نسب مئويه كم في المية كم في المية كم في المية؟ انا شايف لو بيراميدز كسب الاهلي، لو كسب الاهلي عشان انا متابع بيراميدز الفتره اللي ايوه، فاتت دي كلها، يبقى بنسبه 75% خارج الدوري. 75% في المية لو كسب الاهلي، اذا فاز على الاهلي، عشان لو كده كسب الاهلي هيبقى الفرق بينه وبين الاهلي لصالح بيراميدز 4 نقاط، هيبقى ثلاثة ثلاثة. ثلاثة ده اذا فاز الاهلي بمؤجلاته. لو الاهلي كسب مفهوم. الستة، بس الستة دي فيهم لو بيراميدز، كسب الخمسة واتغلب فلا السادسة لو تقصد. لو اتغلب الفريق 3 بونت وهيلعبوا تاني لسه مباراة تانية الدور التاني، ايوه، وهيبقى الدوري انا شايف اللي هيبقى رايح في اتجاه بيراميدز. هنشوف. كابتن رامي، انبسطنا ان احنا شفناك النهارده، حبيبي يعني، نورتنا وانا اكتر وشرفتنا، والله ودايما بكون مبسوط جدا بوجودك معايا. حبيبي يعني، ربنا يخليك، وان شاء الله نشوف بعض على قريب تاني خير ان شاء الله. باذن الله حبيبي قريب. يعني ربنا نورنا يخليك. الكابتن رامي ربيع، وانتوا كمان نورتونا في
في حلقتنا غدا، لقاء جديد أخير لهذا الأسبوع، فحتى نلتقي تحيات كل الفريق العمل في الماتش وتحياتي هاني حتحوت، إلى اللقاء.